ازيكم جمهورية ابو سليمان، عاملين ايه؟ والنهاردة الفيديو اللي كل الناس بتحبه وبتعشقه، كل جمهور ابو سليمان بيعشق ان هو يشوف المكنة دي وهي شغالة وبتتجرب وبترسم السمكة رقم 10 و9 الوردة و8 الكلب و7 وردة، فستونات اورليه، عراوي اوتوماتيك، تركيب زراير. طبعا فيها المكنة، بصوا حالتها كسر الزيرو. بصوا يا جماعة، منديل وتلميع حالة المكنة، بسم الله ما شاء الله ولا كلمة. يعني دلوقتي هنخوض التجربة طبعا بتاعت المكنة برازر 701، مكنة صناعة ياباني بموتورها الأصلي بضمان 5 سنين. السعر طبعا عند أبو سليمان معروف إنه في خصم وفي كل حاجة. هنبدأ دلوقتي تجربة مع بعض. أول حاجة بنخدها تجربة الخياطة، نشوف خياطة المكنة تحفة بسم الله ما شاء الله. المكنة دي صوتها حنين جدا يا جماعة. دي كده الخياطة اهي، قدام وخلف، بسم الله ما شاء الله. خياطة بتاعت مكنة ياباني طبعا، فلازم تبقى كده طبعا. بعديها الزجزاج اهو، طبعا عايزين نضيق الزجزاج، بنضيقه براحتنا يعني على اساس ان هو مثلا يعمل تطريز زي ما احنا شايفينه. صوت التصوير بيبقى غير صوت المكنة الحقيقي طبعا، يعني ممكن تبقى مكنة ناعمة بس هي اوتوماتيك عشان الكاميرا اللي انا بصور بيها المايك بتاعها ستيريو، فلازم بيطلع الصوت عالي. المكنة سريعة جدا على فكرة، يعني بصوا كده يا جماعة السرعة. هنقول غير بسم الله ما شاء الله، الله اكبر. مكنه محترمه، يا بخت اللي هيشتري المكنه دي، لان المكنه دي جايه مضمونه 200%. اشكالها كلها محترمه ومظبوطه، ويعني مكنه معروفه لو اي حد كتب في جوجل او على اليوتيوب 701. طبعا احنا بندوس هنا كده ونغير الشكل اللي احنا عايزينه، نشوف شكل السمكه مع بعض مثلا، نشوفه دلوقتي حالا. صراحة يعني انا كابو سليمان معجب جدا بالمكنه دي وباشكالها التحفه. عايز اقول لكم كمان، لو خيطنا الاشكال دي بابرتين، هي معاها ابره مزدوجه، الموضوع هيبقى واو يا جماعه، بسم الله ما شاء الله. طيب نشوف شكل الدج ده، كلب على رقم 8. بصوا يا جماعة الأشكال مظبوطة 200%، شايفين أهو واضح. غير بقى طبعا في فستانات وفي عراوي وفي أوفر، بس أنا بخاف تزهقوا مني فأنا بختصر بكام شكل كده. بس عايز أقول لكم بسم الله ما شاء الله، المكنة فعلا جميلة جدا. واللي لسه داخل القناة بتاعتنا جديد، انا حابب اقول لكم طبعا منورين القناه، وعايز اقول لكم ان احنا عندنا جمهور عريق، تقدروا تشوفوا ده في التعليقات. عندنا جمهور اسمه جمهوريه ابو سليمان، مساندني من اول ما ابتديت ومعانا على طول. طبعا انا بحب كل الناس المشتركه معايا وتدعمني. في حد كلمني من الكويت، هو من هنا، وبلغني ان انا صوتي مسمع في الكويت، وفي ناس هناك صعايده بيشتغلوا، بيوت كتير عارفاني. طبعا انا فرحان بحاجه زي كده، وبسلم عليهم وعلى اهل الكويت وعلى اهل هنا من وهم هناك في الكويت. هنبدا مثلا نعمل شكل كده فستوني مع بعض. عايز اقول لكم بقى، بصوا يا جماعه، حتى الالوان بتاعت الفستان تحفه.
مكنة سرعة وكفاءة. بصوا بصوا الجمال، شايفين في أشكال كتير جدا. 12 ادي الشكل، هو رقم 12. بصوا الفستونات اللي بتتعمل، بصوا حشو الخيط، ظبط الغرزة ده مهم جدا في كل مكان. وادي شكل تاني، قولولي بس انتوا عايزين تشوفوا ايه تاني. برازر النهارده بتثبت وجودها. طبعا سلامي لكل شركة برازر، ناس محترمين جدا حبايبي. اللي عايز المكنة دي كسبان، واللي هياخد المكنة دي كسبان، وإن شاء الله يبقى حد من جمهورية أبو سليمان. المكنة دي تقدر على شغل 12 ساعة في اليوم، 12 ساعة في اليوم. في مواضيع كتير جدا جدا جدا، يعني لو هنشغل كل ده محتاجين طبعا يومين. ده الفيديو جه 7 دقايق، وانا اول مرة اعمل فيديو طويل، بس لما بتمتع من المكنة بحب اشغلها ايه كتير جدا. فعايزين نقول طبعا هنا رقم الواتس معاكو على الشاشة، رقم الفون معاكو على الشاشة. اللي عايز المكنة دي وعايز يحجزها يكلمني على الواتس. ومش هقول تاني يا جماعة، انا مش بسهولة جدا برد على التليفون وعلى الواتس، بسبب ان الفيديو ما بيجيب 2000 3000 مشاهدة، ممكن 1500 زبون في دقيقة واحدة يبعتوا رسائل. فعبال ما بعت، يعني عبال ما اوصل لكل زبون بعت رسالة، ما بعرفش اوصل بسهولة. فلازم يا جماعة نقدر دي، ان احنا عندنا قناة كبيرة وفيها ضغط شغل وفيها يعني مواضيع كبيرة انا مش محتاج ان انا احكيها. فخلي بالكم يا جماعة، الناس اللي بتبقى زعلانة ان انا ما بردش، والله غصب عني. جمهورية ابو سليمان، بصوا بقى جالنا برضو حاجة من شركة سينجر، يا بخت اللي هياخدها. واحدة برضو من الحالات الخطيرة، سينجر اصلي برازيلي، مرسيدس، كل حاجة موجودة عندنا. تعالوا نوروني في 14 الروية خلف مول صدناوي. هستناكم، واستنوني الفيديو الجاي. والسلام عليكم ورحمة الله.